عدم تحمل الهستامين من اسمها، عدم تحمل الهستامين. أي أكل، أي أكل أنت بتاكله، وأي خضروات وأي فاكهة أنت بتاكلها بيبقى فيها هيستامين. أي أكل أنت بتاكله بيكون فيه هيستامين، وبتختلف كمية الهيستامين من أكلة لأخرى. على سبيل المثال، السمك فيه هيستامين كتير، البيض فيه هيستامين كتير، الأكلات المتخمرة زي المخللات فيها هيستامين كتير قوي، وهكذا. لازم تسأل نفسك سؤال، الأكل اللي أنا باكله ده الهيستامين اللي فيه لو دخل الدم هيعمل لك إيه؟ أنا بسألك سؤال، الأكل اللي أنت بتاكله ده الهيستامين اللي فيه لو دخل الدم هيعمل لك إيه؟ الهيستامين اللي انا اكلته ده لو دخل الدم، اول حاجة لما الهيستامين يزيد في الدم هيعمل لك تحسس، صح؟ هيعمل لك تحسس وجسمك كله هيتهيج، تمام. طب ما انت كل يوم بتاكل، كل يوم بتاكل، صح؟ فمن رحمة ربنا، من رحمة ربنا ان جدار الامعاء فيه خلايا، الخلايا ديت بتفرز انزيم اسمه الداو او اسمه الداي امينو اوكسيديز. الانزيم ده هدفه ووظيفته ان يكسر الهيستامين قبل ما يدخل للدم. تعال بقى، اللي عنده مشكلة السيبو ووصلت لدرجة ان جدار الامعاء التهب، لما جدار الامعاء يلتهب فالخلايا هتلتهب وتموت. هل الإنزيم اللي كان بيفرز من جدار الأمعاء هيكون موجود؟ لا، مش هيكون موجود. طب إيه اللي هيحصل؟ أي أكلة أحطها في بقي الهيستامين اللي فيها يدخل الدم، أكلة مع اتنين مع تلاتة كتر الهيستامين في الدم، على طول عندك تهيج وتحسس. تعال بقى معايا للنقطة اللي جاية، اتجهت للعيادة واتجهت للصيدلية أخدت مضاد حساسية، مش هيجيب معاك نتيجة. ليه؟ ليه مضاد الحساسية مش هيجيب معاك نتيجة؟ لأن مضاد الحساسية اللي أنت بتاخده اللي هو أنتي هيستامين ده بيمنع إفراز الهيستامين الداخلي، الداخلي بيمنع إفراز الهيستامين اللي جاي من جهاز المناعة، مش الهيستامين اللي بره. وصلت؟ فتفضل عندك مشكلة التحسس باستمرار، ما تروحش منك، ما تستهونش بموضوع عدم تحمل الهستامين، ما تستهونش. انت لو عندك حساسية يومين ثلاثة شوف ايه اللي بيحصل لك، تخيل لو واحد عنده حساسية العمر كله، لكن تتخيل كون ان جسمك يفضل في تحسس مستمر. عارف يعني ايه جسمك في تحسس مستمر؟ يعني الشوارد الحرة في جسمك في السماء، يعني الأكسدة في جسمك مصيبة، التهاب مفاصل، إكزيما، صدفية، رشح باستمرار، عينيك محمرة باستمرار، كل حاجة بايظة، كل حاجة بايظة. ديت مشكلة عدم المرة. انا هعمل انا بلوكات بايدي بقى، خلاص. ديت مشكلة عدم تحمل الهستامين اللي اسمها الهستامين انتوليرانس، ودي بتحصل لما جدار الامعاء يلتهب. معنى ايه؟ معناه ايه ان هي بتحصل لما جدار الامعاء يلتهب؟ يعني مش شرط ان انا عندي غازات يبقى عندي هيستامين انتولرنس، لا. انا قلت لو انت عندك الغازات كترت وتجاهلت الموضوع وفضلت مستمر بالطرق الغلط وتجاهلت الموضوع لحد ما جدار الامعاء اتمدد واتشقق
وهيحصل لك كده. فديت مشكله الهستامين انتوليرانس. فعشان كده اللي بيبقى عنده مشاكل الامعاء ويجي له تحسس، اعرف انك وصلت لمراحل عاليه. دي المشكله الثالثه بتاعه الاعراض بتاعه السيبو. الحاجه اللي بعد كده عدم تحمل سكر، عدم تحمل سكر الفاكهه، يعني عدم تحمل الفاكهه، وعدم تحمل منتجات الحليب والالبان. ودي مشكله اسمها اللاكتوز انتوليرانس، دي تبع منتجات الحليب والالبان، وحاجه اسمها الفراكتوز انتوليرانس اللي تبع الفاكهه. معناها ايه؟ لو انت اكلت تفاحيه قبل ما تنام بالليل او في اي وقت تتعب. يا دكتور انا كنت باكل الفاكهه ما بتعبش، دلوقتي اكل فاكهه اتعب، اتعب جامد. ليه؟ ايه السبب؟ هقول لك دلوقتي. انا بشرب كوبايه الحليب بتعب، اكل ايس كريم بتعب، ايه السبب؟ جدار الامعاء، انا قلت ان في خلايا بتكسر الهستامين، صح؟ نفس الكلام جدار الامعاء في خلايا بتفرز انزيم بيكسر السكر الثنائي. ايه هو السكر الثنائي؟ السكر الثنائي يعني عبارة عن سكر أحادي مع سكر أحادي، تمام؟ السكر الثنائي ده زي إيه؟ زي اللاكتوز، سكر الحليب. سكر الحليب اللي اسمه اللاكتوز ده سكر ثنائي، علشان يدخل للدم لازم يتكسر، بيتكسر إلى جلوكوز وجلاكتوز. الجلوكوز والجلاكتوز سكر أحادي. طالما السكر الثنائي ما دخلش الدم هيفضل موجود في تجويف الامعاء. طب لما السكر يفضل موجود في تجويف الامعاء ايه اللي هيحصل؟ مصدر غذاء محبب للبكتيريا، تتغذى عليه، ولما تتغذى عليه تطلع لك غازات اكتر. انا هشرح لك حاجه تانية كده عشان تفهم. الاطفال الصغيرين، الاطفال الصغيرين والرضع لما بيتولدوا بيبقى عندهم جدار الامعاء لسه مش بيطلع الانزيم اللي بيكسر سكر الحليب. يعني الانزيم اللي بيكسر سكر اللاكتوز اللي هو سكر الحليب بيكون عند بعض الاطفال او معظم الاطفال بيبقى مش موجود. فالطفل ممكن بيحصل له اسهال، الطفل بيحصل له اسهال مع شرب الحليب اللي بره. ازاي؟ حليب البقري في لاكتوز، حليب الام مفيش فيه لاكتوز. تاني، حليب الام مفيش فيه لاكتوز، اما حليب البقري فيه لاكتوز. يجي الطفل لما يشرب الحليب ده الفتره اللي هو حليب البقري الفتره يجي له اسهال، فيجي الدكتور يقول للام ايه؟ وقفي الحليب واستخدمي حليب خالي من اللاكتوز اللي اسمه ال LF. يعني ايه ال LF؟ يعني حليب منزوع من اللاكتوز. طب ليه؟ عشان الاسهال يقف. طب هو اللاكتوز لما بيبقى موجود بيعمل ايه؟ اللاكتوز بيتخمر وبيسحب الميه، بيسحب السوائل فيعمل اسهال ويعمل غازات وانتفاخات ومغص عند الطفل. عشان كده نوقف الحليب ده لما يكون الطفل عنده المشاكل ونحاول على قد ما نقدر نبعد عنه. وعشان كده حليب الغنم وحليب الماعز احلى، ان حليب الغنم وحليب الماعز ما فيش فيه لاكتوز زي حليب الام، صح؟ صح ولا لا؟ وصلت؟ حليب الابل، حليب الغنم، حليب الماعز وحليب الام ما فيش فيهم لاكتوز، صح؟ تمام؟ طيب، فعشان كده اللي عنده مشكله السيبو يحظر عليه انه يشرب او ياكل منتجات حليب وقلبين، خلاص؟ طيب، نخش في المشكله الستة ولا المشكلة الخامسة. عدم تحمل سكر الفاكهة، عدم تحمل سكر الفاكهة اللي هو سكر الفركتوز، عدم تحمل سكر الفاكهة، عدم تحمل سكر الفاكهة، سكر الفاكهة اللي هو سكر الفركتوز. سكر الفركتوز موجود فين؟ الفاكهة عامة فيها كلها فركتوز. ايه تاني فيه فركتوز؟ العسل. يعني اللي تيجي تقول لي انا ينفع اكل عسل؟ الا روحي نامي، عسل ايه يا ام عسل؟ ما ينفعش طبعا، كل السكريات ممنوعه.
ايه كمان؟ المشروبات الغازية، المشروبات الغازية بتعتمد على سكر ايه؟ سكر الفركتوز، صح؟ المشروبات الغازية بتعتمد على سكر ايه؟ سكر الفركتوز. فالفكرة هنا انك انت كل انواع السكريات لازم توقفها. انت مش هتوقفها طول عمرك، انت توقفها على لحد ما تتخلص من المشكلة لوقت معين. طيب، فقلنا اول حاجة لازم تعملها، طبعا الموضوع ده فيه شرح كتير جدا، انا شرحت في 14 يوم، مش عايز اخش في التفاصيل، مش عايز اخش في الاسباب والاعراض بتحصل ازاي، كل مش عايز اخش في الكلام ده كله، انا بجيب نبذة مختصرة عن الموضوع، خلاص. فلما نيجي عايزين نتخلص من المشكلة دي، انت اول حاجة لازم تجوع البكتيريا دي. يعني ايه اجوعها؟ يعني امنع عنها التغذية. طب انا لما امنع عنها التغذية انا هستفاد ايه؟ هتستفاد كتير. اول حاجة هترتاح، مش هيبقى فيه غازات، لان الغازات كانت بتطلع لما انت بتاكل الاكلات دي. فلما توقف الاكلات اللي البكتيريا بتتغذى عليها فانت بتجوعها، لان هو ده مصدر غذاء. فلما تجوعها انت هترتاح وهي هتموت. وصلت؟ طيب، ايه هي الاكلات، ايه هي الاكلات التي تتغذى عليها البكتيريا؟ جميع انواع الالياف، جميع انواع السكريات، والبصل والثوم. وحطيت البصل والثوم لوحدهم ليه؟ عشان ما يطلعش واحد يعمل نفسه فاهم البصل والثوم بيموت البكتيريا. البصل والثوم عبارة عن الياف، البصل والثوم عبارة عن الياف، يعني حتى البصل والثوم الطبيعي ممنوع. وصلت؟ فلازم نعمل حمية تجويع، تجويع البكتيريا. السؤال اللي بيطرح نفسه، هو ما فيش مضاد حيوي يموتني، يموتني ازاي؟ يموت البكتيريا بسرعة، بدل الهم اللي انت بتقوله ده، بدل ان انا اعمل الحمية واحرم نفسي من السكريات والفواكه والحاجات دي كلها. اكيد في مضاد حيوي، بس مش صح. ونبهت وقلت مش صح ليه؟ ودي التركاية او النقطة المهمة اللي انا نبهت عليها كتير. وقلت ايه؟ صلى على النبي. انا عارف ان الكلام ممل شوية، بس ولكن هو الهدف. تجويف الامعاء كان مليان بكتيريا، هو اساس المشكلة ان في بكتيريا موجودة في تجويف الامعاء، صح؟ طيب، تخيل ان جدار الامعاء عندك فيه ثقوب وعندك ارتشاح امعاء. تخيل معايا كده، تخيل معايا ان جدار الامعاء فيه ثقوب، فانا قلت ان البكتيريا بتنط تدخل جوه في الدم، فعملت لك مشكله اكتر. اسالك سؤال، تعرف ان البكتيريا دي بتطلع فضلات زينا كبشر بنطلع فضلات؟ البكتيريا بتطلع مواد سامه. لما نيجي نشوف تصنيف، دي حاجات بتاع الميكروبيولوجي بقى، دي حاجات انا دارس ميكروبيولوجي، خلاص. البكتيريا اللي بتبقى موجودة في تجويف الأمعاء معظمها بكتيريا جرام نيجاتيف، يعني سالبة الجرام. دي حاجات كده في علم الميكروبيولوجي. يعني البكتيريا سالبة الجرام ديت بيكون الجدار بتاعها بيفرز مادة اسمها ال LBS، أو ما تسمى باللايبوبيليساكورايد. المادة دي بتبقى مادة سامة لجدار الأمعاء نفسه. في أحد الدراسات اللي أنا قريتها وتعمقت فيها، اكتشفت ان المادة دي لما بتتحقن في جدار الامعاء بتخلي جدار الامعاء يتهتك بسرعة. خطورة البكتيريا على جدار الامعاء بتيجي من المادة دي. دي مادة سامة بتفرز من جدار البكتيريا، المادة السامة دي مصيبة، كارثة. ولما بتزيد في الدم بتضرب الجهاز التنفسي، دي معروفة كده، خلاص. المادة دي
لها طرق تخلص منها كتير، وربنا ادانا انزيم معين في جدار الامعاء بيخلصنا منها، بس لما جدار الامعاء اتهتك واتضرب فبقى الانزيم ده ما بقاش مكفي او بيتم انتاجه بسرعه الا، فكانت النتيجه ان جدار الامعاء اتدمر بسببها. اللي انا عايز اوصله لك، تجويف الامعاء كان مليان بكتيريا، هو اساس المشكله ان في بكتيريا موجوده في تجويف الامعاء، صح؟ طيب تخيل ان جدار الامعاء عندك فيه ثقوب وعندك ارتشاح امعاء، تخيل معايا كده، تخيل معايا ان جدار الامعاء فيه ثقوب، فانا قلت ان البكتيريا بتنط تدخل جوه في الدم، فعملت لك مشكله اكتر. اسالك سؤال، تعرف ان البكتيريا ديت بتطلع فضلات زينا كبشر بنطلع فضلات؟ البكتيريا بتطلع مواد سامة. لما نيجي نشوف تصنيف، دي حاجات بتاع الميكروبيولوجي بقى، دي حاجات انا دارس ميكروبيولوجي خلاص. البكتيريا اللي بتبقى موجودة في تجويف الأمعاء معظمها بكتيريا جرام نيجاتيف، يعني سالبة الجرام، دي حاجات كده في علم الميكروبيولوجي. البكتيريا سالبة الجرام ديت بيكون الجدار بتاعها بيفرز مادة اسمها ال ال بي اس، او ما تسمى باللايبوبيليساكورايد. المادة دي بتبقى مادة سامة للجدار الأمعاء نفسه. في احد الدراسات اللي انا قريتها وتعمقت فيها اكتشفت ان المادة دي لما بتتحقن في جدار الأمعاء بتخلي جدار الأمعاء يتهتك بسرعة. خطورة البكتيريا على جدار الأمعاء بتيجي من المادة دي. دي مادة سامة بتفرز من جدار البكتيريا، المادة السامة دي مصيبة، كارثة. ولما بتزيد في الدم بتضرب الجهاز التنفسي، دي معروفة كده. خلاص؟ المادة دي لها طرق تخلص منها كتير، وربنا ادانا انزيم معين في جدار الامعاء بيخلصنا منها، بس لما جدار الامعاء اتهتك واتضرب فبقى الانزيم ده ما بقاش مكفي او بيتم انتاجه بسرعه الا، فكانت النتيجه ان جدار الامعاء اتدمر بسببها. اللي انا عايز اوصله لك، تجويف الامعاء كان مليان بكتيريا، هو اساس المشكله ان في بكتيريا موجوده في تجويف الامعاء، صح؟ طيب تخيل ان جدار الامعاء عندك فيه ثقوب وعندك ارتشاح امعاء، تخيل معايا كده، تخيل معايا ان جدار الامعاء فيه ثقوب، فانا قلت ان البكتيريا بتنط تدخل جوه في الدم، فعملت لك مشكله اكتر. اسالك سؤال، تعرف ان البكتيريا ديت بتطلع فضلات زينا كبشر بنطلع فضلات؟ البكتيريا بتطلع مواد سامة. لما نيجي نشوف تصنيف، دي حاجات بتاع الميكروبيولوجي بقى، دي حاجات انا دارس ميكروبيولوجي خلاص. البكتيريا اللي بتبقى موجودة في تجويف الامعاء معظمها بكتيريا جرام نيجاتيف، يعني سالبة الجرام، دي حاجات كده في علم الميكروبيولوجي. البكتيريا سالبة الجرام ديت بيكون الجدار بتاعها بيفرز مادة اسمها ال ال بي اس، او ما تسمى باللايبوبيليساكورايد. المادة دي بتبقى مادة سامة للجدار الامعاء نفسه. في احد الدراسات اللي انا قريتها وتعمقت فيها اكتشفت ان المادة دي لما بتتحقن في جدار الامعاء بتخلي جدار الامعاء يتهتك بسرعة. خطورة البكتيريا على جدار الامعاء بتيجي من المادة دي. دي مادة سامة بتفرز من جدار البكتيريا، المادة السامة دي مصيبة، كارثة. ولما بتزيد في الدم بتضرب الجهاز التنفسي، دي معروفة كده. خلاص؟ المادة دي لها طرق تخلص منها كتير، وربنا ادانا انزيم معين في جدار الامعاء بيخلصنا منها، بس لما جدار الامعاء اتهتك واتضرب فبقى الانزيم ده ما بقاش مكفي او بيتم انتاجه بسرعه الا، فكانت النتيجه ان جدار الامعاء اتدمر بسببها. اللي انا عايز اوصله لك، تجويف الامعاء كان مليان بكتيريا، هو اساس المشكله ان في بكتيريا موجوده في تجويف الامعاء، صح؟ طيب تخيل
ان جدار الامعاء عندك فيه ثقوب وعندك ارتشاح امعاء. تخيل معايا كده، تخيل معايا ان جدار الامعاء فيه ثقوب، فانا قلت ان البكتيريا بتنط تدخل جوه في الدم، فعملت لك مشكله اكتر. اسالك سؤال، تعرف ان البكتيريا دي بتطلع فضلات زينا كبشر بنطلع فضلات؟ البكتيريا بتطلع مواد سامة. لما نيجي نشوف تصنيف، دي حاجات بتاع الميكروبيولوجي بقى، دي حاجات انا دارس ميكروبيولوجي خلاص. البكتيريا اللي بتبقى موجودة في تجويف الأمعاء معظمها بكتيريا جرام نيجاتيف، يعني سالبة الجرام، دي حاجات كده في في علم الميكروبيولوجي. البكتيريا سالبة الجرام ديت بيكون الجدار بتاعها بيفرز مادة اسمها ال ال بي اس، او ما تسمى باللايبوبيليساكورايد. المادة دي بتبقى مادة سامة للجدار الأمعاء نفسه. في احد الدراسات اللي انا قريتها وتعمقت فيها اكتشفت ان المادة دي لما بتتحقن في جدار الأمعاء بتخلي جدار الأمعاء يتهتك بسرعة. خطورة البكتيريا على جدار الأمعاء بتيجي من المادة دي. دي مادة سامة بتفرز من جدار البكتيريا، المادة السامة دي مصيبة، كارثة. ولما بتزيد في الدم بتضرب الجهاز التنفسي، دي معروفة كده خلاص. المادة دي لها طرق تخلص منها كتير، وربنا ادانا انزيم معين في جدار الامعاء بيخلصنا منها، بس لما جدار الامعاء اتهتك واتضرب فبقى الانزيم ده ما بقاش مكفي او بيتم انتاجه بسرعه الا، فكانت النتيجه ان جدار الامعاء اتدمر بسببها. اللي انا عايز اوصله لك، تجويف الامعاء كان مليان بكتيريا، هو اساس المشكله ان في بكتيريا موجوده في تجويف الامعاء، صح؟ طيب تخيل ان جدار الامعاء عندك فيه ثقوب وعندك ارتشاح امعاء. تخيل معايا كده، تخيل معايا ان جدار الامعاء فيه ثقوب، فانا قلت ان البكتيريا بتنط تدخل جوه في الدم، فعملت لك مشكله اكتر. اسالك سؤال، تعرف ان البكتيريا دي بتطلع فضلات زينا كبشر بنطلع فضلات؟ البكتيريا بتطلع مواد سامة. لما نيجي نشوف تصنيف، دي حاجات بتاع الميكروبيولوجي بقى، دي حاجات انا دارس ميكروبيولوجي خلاص. البكتيريا اللي بتبقى موجودة في تجويف الامعاء معظمها بكتيريا جرام نيجاتيف، يعني سالبة الجرام، دي حاجات كده في علم الميكروبيولوجي. البكتيريا سالبة الجرام ديت بيكون الجدار بتاعها بيفرز مادة اسمها ال ال بي اس، او ما تسمى باللايبوبيليساكورايد. المادة دي بتبقى مادة سامة للجدار الامعاء نفسه. في احد الدراسات اللي انا قريتها وتعمقت فيها اكتشفت ان المادة دي لما بتتحقن في جدار الامعاء بتخلي جدار الامعاء يتهتك بسرعة. خطورة البكتيريا على جدار الامعاء بتيجي من المادة دي. دي مادة سامة بتفرز من جدار البكتيريا، المادة السامة دي مصيبة، كارثة. ولما بتزيد في الدم بتضرب الجهاز التنفسي، دي معروفة كده خلاص. المادة دي لها طرق تخلص منها كتير، وربنا ادانا انزيم معين في جدار الامعاء بيخلصنا منها، بس لما جدار الامعاء اتهتك واتضرب فبقى الانزيم ده ما بقاش مكفي او بيتم انتاجه بسرعه الا، فكانت النتيجه ان جدار الامعاء اتدمر بسببها. اللي انا عايز اوصله لك، تجويف الامعاء كان مليان بكتيريا، هو اساس المشكله ان في بكتيريا موجوده في تجويف الامعاء، صح؟ طيب تخيل ان جدار الامعاء عندك فيه ثقوب وعندك ارتشاح امعاء. تخيل معايا كده، تخيل معايا ان جدار الامعاء فيه ثقوب، فانا قلت ان البكتيريا بتنط تدخل جوه في الدم، فعملت لك مشكله اكتر. اسالك سؤال، تعرف ان البكتيريا دي بتطلع فضلات زينا كبشر بنطلع فضلات؟ البكتيريا بتطلع مواد سامه. لما نيجي نشوف تصنيف،
دي حاجات بتاع الميكروبيولوجي بقى، دي حاجات انا دارس ميكروبيولوجي خلاص. البكتيريا اللي بتبقى موجوده في تجويف الامعاء معظمها بكتيريا جرام نيجاتيف، يعني سالبه الجرام، دي حاجات كده في في علم الميكروبيولوجي. البكتيريا سالبه الجرام ديت بيكون الجدار بتاعها بيفرز ماده اسمها ال ال بي اس، او ما تسمى باللايبوبيليساكورايد. الماده دي بتبقى ماده سامبه لجدار الامعاء نفسه. في احد الدراسات اللي انا قريتها وتعمقت فيها اكتشفت ان الماده دي لما بتتحقن في جدار الامعاء بتخلي جدار الامعاء يتهتك بسرعه. خطوره البكتيريا على جدار الامعاء بتيجي من الماده دي. دي ماده سامه بتفرز من جدار البكتيريا، الماده السامه دي مصيبه كارثه، ولما بتزيد في الدم بتضرب الجهاز التنفسي، دي معروفه كده خلاص. الماده دي لها طرق تخلص منها كتير، وربنا ادانا انزيم معين في جدار الامعاء بيركز. لو انت موتت البكتيريا دي مره واحده كارثه، بيحصل اعراض اسمها اعراض موت البكتيريا تسمى الداي اوف سيندروم. دي ظاهره، ظاهره موت البكتيريا، ودي بتبقى اشد من وجود البكتيريا. يعني انت بتبقى متحمل وعايش والبكتيريا موجوده عندك وصحيه، بس لو موتتها كلها مره واحده تتدمر. في ناس ممكن تنوم بسبب المشكله دي. فعشان كده لا يفضل انك تستخدم المضاد الحيوي انك تموت البكتيريا لو كان جدار الامعاء عندك متدمر. طب لو جدار الامعاء ما كانش عندك متدمر ممكن تستخدمه. وانا اعرف واحد صاحبي شخصيا صيدلي كان بيحضر معايا اللايف، وجات له المشكله واستخدم المضاد الحيوي وقال لي انا ارتحت عليه، بس حالته غيركم. بمعنى هي مشكلته حصلت امتى؟ حصلت بعد ما استخدم ابر الاوزمبيك للتخسيس. ابر الاوزمبيك بتشل حركه الامعاء. ولو تتذكروا الشرح القديم لما كنت بقول لكم ايه السبب الرئيسي لحدوث انتقال للبكتيريا من الكولون الى الامعاء وحدوث مرض السيبو، قلنا اسباب كتير جدا. من ضمن الاسباب التي تؤدي الى حدوث مرض السيبو ان حركه الامعاء يكون فيها مشكله. لو تتذكر ركز، لو انت موتت البكتيريا دي مره واحده كارثه، بيحصل اعراض اسمها اعراض موت البكتيريا تسمى الداي اوف سيندروم. دي ظاهره، ظاهره موت البكتيريا، ودي بتبقى اشد من وجود البكتيريا. يعني انت بتبقى متحمل وعايش والبكتيريا موجوده عندك وصحيه، بس لو موتتها كلها مره واحده تتدمر. في ناس ممكن تنوم بسبب المشكله دي. فعشان كده لا يفضل انك تستخدم المضاد الحيوي انك تموت البكتيريا لو كان جدار الامعاء عندك متدمر. طب لو جدار الامعاء ما كانش عندك متدمر ممكن تستخدمه. وانا اعرف واحد صاحبي شخصيا صيدلي كان بيحضر معايا اللايف، وجات له المشكله واستخدم المضاد الحيوي وقال لي انا ارتحت عليه، بس حالته غيركم. بمعنى هي مشكلته حصلت امتى؟ حصلت بعد ما استخدم ابر الاوزمبيك للتخسيس. ابر الاوزمبيك بتشل حركه الامعاء. ولو تتذكروا الشرح القديم لما كنت بقول لكم ايه السبب الرئيسي لحدوث انتقال للبكتيريا من الكولون الى الامعاء وحدوث مرض السيبو، قلنا اسباب كتير جدا. من ضمن الاسباب التي تؤدي الى حدوث مرض السيبو ان حركه الامعاء يكون فيها مشكله. لو تتذكر ركز، لو انت موتت البكتيريا دي مره واحده كارثه، بيحصل اعراض اسمها اعراض موت البكتيريا تسمى الداي اوف سيندروم. دي ظاهره، ظاهره موت البكتيريا، ودي بتبقى اشد من وجود البكتيريا. يعني انت بتبقى متحمل وعايش والبكتيريا موجوده عندك وصحيه، بس لو موتتها كلها مره واحده تتدمر. في ناس ممكن تنوم بسبب المشكله دي. فعشان كده لا يفضل انك تستخدم المضاد الحيوي انك تموت البكتيريا
لو كان جدار الامعاء عندك متدمر. طب لو جدار الامعاء ما كانش عندك متدمر ممكن تستخدمه. وانا اعرف واحد صاحبي شخصيا صيدلي كان بيحضر معايا اللايف وجات له المشكله واستخدم المضاد الحيوي وقال لي انا ارتحت عليه، بس حالته غيركم. بمعنى هي مشكلته حصلت امتى؟ حصلت بعد ما استخدم ابر الاوزمبيك للتخسيس. ابر الاوزمبيك بتشل حركه الامعاء. ولو تتذكروا الشرح القديم لما كنت بقول لكم ايه السبب الرئيسي لحدوث انتقال للبكتيريا من الكولون الى الامعاء وحدوث مرض السيبو، قلنا اسباب كتير جدا. من ضمن الاسباب التي تؤدي الى حدوث مرض السيبو ان حركه الامعاء يكون فيها مشكله. لو تتذكر ركز، لو انت موتت البكتيريا دي مره واحده كارثه. بيحصل اعراض اسمها اعراض موت البكتيريا تسمى الداي اوف سيندروم. دي ظاهره، ظاهره موت البكتيريا، ودي بتبقى اشد من وجود البكتيريا. يعني انت تبقى متحمل وعايش والبكتيريا موجوده عندك وصحيه، بس لو موتتها كلها مره واحده تتدمر. في ناس ممكن تنوم بسبب المشكله دي. فعشان كده لا يفضل انك تستخدم المضاد الحيوي انك تموت البكتيريا لو كان جدار الامعاء عندك متدمر. طب لو جدار الامعاء ما كانش عندك متدمر ممكن تستخدمه. وانا اعرف واحد صاحبي شخصيا صيدلي كان بيحضر معايا اللايف وجات له المشكله واستخدم المضاد الحيوي وقال لي انا ارتحت عليه، بس حالته غيركم. بمعنى هي مشكلته حصلت امتى؟ حصلت بعد ما استخدم ابر الاوزمبيك للتخسيس. ابر الاوزمبيك بتشل حركه الامعاء. ولو تتذكروا الشرح القديم لما كنت بقول لكم ايه السبب الرئيسي لحدوث انتقال للبكتيريا من الكولون الى الامعاء وحدوث مرض السيبو، قلنا اسباب كتير جدا. من ضمن الاسباب التي تؤدي الى حدوث مرض السيبو ان حركه الامعاء يكون فيها مشكله. لو تتذكر ركز، لو انت موتت البكتيريا دي مره واحده كارثه. بيحصل اعراض اسمها اعراض موت البكتيريا تسمى الداي اوف سيندروم. دي ظاهره، ظاهره موت البكتيريا، ودي بتبقى اشد من وجود البكتيريا. يعني انت بتبقى متحمل وعايش والبكتيريا موجوده عندك وصحيه، بس لو موتتها كلها مره واحده تتدمر. في ناس ممكن تنوم بسبب المشكله دي. فعشان كده لا يفضل انك تستخدم المضاد الحيوي انك تموت البكتيريا لو كان جدار الامعاء عندك متدمر. طب لو جدار الامعاء ما كانش عندك متدمر ممكن تستخدمه. وانا اعرف واحد صاحبي شخصيا صيدلي كان بيحضر معايا اللايف وجات له المشكله واستخدم المضاد الحيوي وقال لي انا ارتحت عليه، بس حالته غيركم. بمعنى هي مشكلته حصلت امتى؟ حصلت بعد ما استخدم ابر الاوزمبيك للتخسيس. ابر الاوزمبيك بتشل حركه الامعاء. ولو تتذكروا الشرح القديم لما كنت بقول لكم ايه السبب الرئيسي لحدوث انتقال للبكتيريا من الكولون الى الامعاء وحدوث مرض السيبو، قلنا اسباب كتير جدا. من ضمن الاسباب التي تؤدي الى حدوث مرض السيبو ان حركه الامعاء يكون فيها مشكله. لو تتذكر ركز، لو انت موتت البكتيريا دي مره واحده كارثه. بيحصل اعراض اسمها اعراض موت البكتيريا تسمى الداي اوف سيندروم. دي ظاهره، ظاهره موت البكتيريا، ودي بتبقى اشد من وجود البكتيريا. يعني انت بتبقى متحمل وعايش والبكتيريا موجوده عندك وصحيه، بس لو موتتها كلها مره واحده تتدمر. في ناس ممكن تنوم بسبب المشكله دي. فعشان كده لا يفضل انك تستخدم المضاد الحيوي انك تموت البكتيريا لو كان جدار الامعاء عندك متدمر. طب لو جدار الامعاء ما كانش عندك متدمر ممكن تستخدمه. وانا اعرف واحد صاحبي شخصيا صيدلي كان بيحضر معايا اللايف وجات له المشكله واستخدم المضاد الحيوي وقال لي انا ارتحت عليه، بس حالته غيركم. بمعنى هي مشكلته حصلت امتى؟ حصلت بعد ما استخدم ابر الاوزمبيك للتخسيس. ابر الاوزمبيك بتشل حركه الامعاء.
ولو تتذكروا الشرح القديم لما كنت بقول لكم ايه السبب الرئيسي لحدوث انتقال للبكتيريا من الكولون الى الامعاء وحدوث مرض السيبو، قلنا اسباب كتير جدا. من ضمن الاسباب التي تؤدي الى حدوث مرض السيبو ان حركة الامعاء يكون فيها مشكلة. لو تتذكر ركز، لو انت موتت البكتيريا دي مرة واحدة كارثة، بيحصل اعراض اسمها اعراض موت البكتيريا تسمى الداي اوف سيندروم. دي ظاهرة، ظاهرة موت البكتيريا، ودي بتبقى اشد من وجود البكتيريا. يعني انت بتبقى متحمل وعايش والبكتيريا موجودة عندك وصحية، بس لو موتتها كلها مرة واحدة تتدمر. في ناس ممكن تنوم بسبب المشكلة دي. فعشان كده لا يفضل انك تستخدم المضاد الحيوي انك تموت البكتيريا لو كان جدار الامعاء عندك متدمر. طب لو جدار الامعاء ما كانش عندك متدمر ممكن تستخدمه. وانا اعرف واحد صاحبي شخصيا صيدلي وكان بيحضر معايا اللايف، وجات له المشكلة واستخدم المضاد الحيوي وقال لي انا ارتحت عليه، بس حالته غيركم. بمعنى هي مشكلته حصلت امتى؟ حصلت بعد ما استخدم ابر الاوزمبيك للتخسيس. ابر الاوزمبيك بتشل حركه الامعاء. ولو تتذكروا الشرح القديم لما كنت بقول لكم ايه السبب الرئيسي لحدوث انتقال للبكتيريا من الكولون الى الامعاء وحدوث مرض السيبو، قلنا اسباب كتير جدا. من ضمن الاسباب التي تؤدي الى حدوث مرض السيبو ان حركه الامعاء يكون فيها مشكله. لو تتذكر ركز، لو انت موتت البكتيريا دي مرة واحدة كارثة، بيحصل اعراض اسمها اعراض موت البكتيريا تسمى الداي اوف سيندروم. دي ظاهرة، ظاهرة موت البكتيريا، ودي بتبقى اشد من وجود البكتيريا. يعني انت بتبقى متحمل وعايش والبكتيريا موجودة عندك وصحية، بس لو موتتها كلها مرة واحدة تتدمر. في ناس ممكن تنوم بسبب المشكلة دي. فعشان كده لا يفضل انك تستخدم المضاد الحيوي انك تموت البكتيريا لو كان جدار الامعاء عندك متدمر. طب لو جدار الامعاء ما كانش عندك متدمر ممكن تستخدمه. وانا اعرف واحد صاحبي شخصيا صيدلي وكان بيحضر معايا اللايف، وجات له المشكلة واستخدم المضاد الحيوي وقال لي انا ارتحت عليه، بس حالته غيركم. بمعنى هي مشكلته حصلت امتى؟ حصلت بعد ما استخدم ابر الاوزمبيك للتخسيس. ابر الاوزمبيك بتشل حركه الامعاء. ولو تتذكروا الشرح القديم لما كنت بقول لكم ايه السبب الرئيسي لحدوث انتقال للبكتيريا من الكولون الى الامعاء وحدوث مرض السيبو، قلنا اسباب كتير جدا. من ضمن الاسباب التي تؤدي الى حدوث مرض السيبو ان حركه الامعاء يكون فيها مشكله. لو تتذكر ركز، لو انت موتت البكتيريا دي مره واحده كارثه، بيحصل اعراض اسمها اعراض موت البكتيريا تسمى الداي اوف سيندروم. دي ظاهره، ظاهره موت البكتيريا، ودي بتبقى اشد من وجود البكتيريا. يعني انت بتبقى متحمل وعايش والبكتيريا موجوده عندك وصحيه، بس لو موتتها كلها مره واحده تتدمر. في ناس ممكن تنوم بسبب المشكلة دي. فعشان كده لا يفضل انك تستخدم المضاد الحيوي انك تموت البكتيريا لو كان جدار الامعاء عندك متدمر. طب لو جدار الامعاء ما كانش عندك متدمر ممكن تستخدمه. وانا اعرف واحد صاحبي شخصيا صيدلي وكان بيحضر معايا اللايف، وجات له المشكلة واستخدم المضاد الحيوي وقال لي انا ارتحت عليه، بس حالته غيركم. بمعنى تكون حركه الامعاء بطيئه، ومن ضمن الاسباب التي تؤدي الى بطء حركه الامعاء اول حاجه الاكل الكتير. كل شويه تاكل، زياده عدد مرات الاكل. رقم اتنين التوتر والاسترس، دايما عندك عصبيه وتوتر حركه الامعاء بتقف. رقم ثلاثه الناس اللي بتشرب مخدرات. رقم أربعة الناس اللي بتاخد أدوية مخدرة زي المورفين اللي بيبقوا في المستشفيات. وصلت معايا ولا مش معايا؟
رقم خمسة، الناس اللي بتستخدم إبر التخسيس زي الأوزمبيك والساكسندا بتوقف حركة الأمعاء، عشان كده بتحسسك بالشبع. فصاحبي ده لما استخدم إبر الأوزمبيك حصل له مشكلة السيبو، وتذكر المعلومة وربطها لما حضر الشرح بتاعي، إن أنا لما كنت بتكلم عن حركة الأمعاء اتصل عليا وقال أنا استخدمت المضاد الحيوي وارتحت، كان عنده مشكلة السيبو. ما دخلش بقى ان الجدار الامعاء اتهتك وحصل ارتشاح امعاء فلحق نفسه بدري بدري، خد بالك بقى. لكن انا بتكلم بقى الناس اللي المشكله زادت عندهم وبقالها سنين ومش بيعالجوها، فوارد جدا ان جدار الامعاء يكون في حصل مش في مشكله. فلو انت اخدت المضاد الحيوي فجاه كده، المضاد الحيوي دخل موت البكتيريا، والبكتيريا كتير جدا بالمليارات، البكتيريا ديت وهي ميته بتفرز سموم اكتر، السموم ديت تدخل الدم تصاب بحالة إرهاق عام شديد جدا، تفقد كل الطاقة بتاعتك لدرجة في ناس ممكن تفقد حياتها. أي والله العظيم ده كان يتخيل. فعشان كده الصح إنك تموتها حبة حبة، ده الصح. أموتها حبة حبة إزاي؟ تمشي على الحمية الأول وتمشي على الحمية صح. إزاي؟ أول حاجة تجوع البكتيريا، وقلت إن أنا أجوعها ان نمنع الاكل اللي هي تتغذى عليه. طب انا لما امنع الاكل البكتيريا ديت مش هتلاقي حاجه تاكل عليها، فبالتالي هي هتموت جزء ورا جزء ورا جزء، فلما تموتها جزء ورا جزء انت بتتخلص منها واحده واحده. رقم اتنين، انا موتها ما ينفعش ان هي تموت واسيبها مكانها، لازم تخرج. طب اخرجها ازاي؟ انت هتخرجها بايدك؟ لا، تخرجها ازاي؟ انك تخلي حركه الامعاء تشتغل. لو حركة الأمعاء الدقيقة اشتغلت، فكل محتوى الأمعاء هينتقل من الأمعاء الدقيقة إلى القولون، ومن القولون إلى المستقيم، وبعد كده يخرج مع البروز. طب إزاي حركة الأمعاء تشتغل؟ رجعنا لحركة الأمعاء. إيه اللي بيخلي حركة الأمعاء تشتغل؟ أهم حاجتين، الصيام، رقم اتنين تبعد عن الاسترس والتوتر. ولو عرفت تقضي يومك في النوم يبقى احسن. ليه؟ لانك انت اثناء النوم العصب اللي مسؤول عن حركه الامعاء اللي اسمه الفيجاس نيرف بيشتغل اثناء الراحه. يبقى ايه؟ فيجي واحد يقول لي يعني انا اثناء الحميه اهم حاجه، اول حاجه ابعد عن الاكل اللي البكتيريا تتغذى عليه، يبقى انا كده موتها. طب اصوم عشان اخرجها، جمعت الاتنين في واحد، كل ما موت جزء يخرج، كل ما موت جزء يخرج، صح؟ طيب يعني انا لازم اعمل الصيام، لازم تعمل الصيام. وهنا بقى لما تيجي تعمل الصيام المتقطع مش روح تعمله لي على مزاجك، يعني معنى يعني مش روح تصوم لي يوم الاثنين والخميس، لا، انت لازم تصوم اقل حاجة 14 الى شهر، من 14 يوم الى شهر كامل يوميا بتصوم، اقل حاجة كل ما هتصوم اقل حاجة كام؟ من 14 الى 18 ساعه. محدش يقول لي يا نهار اسود، ده لو انت عايز تحل مشكلتك تعمل كده، مش عايز تحل مشكلتك روح اسمع حد غيري. طيب انا لما بصوم الصيام بيخلي حركه الامعاء تشتغل، وطبعا انا شرحت قبل كده ايه هي حركه الامعاء وبتشتغل ازاي بعد ما بناكل، وليه بتقف مع الاكل، وامتى تشتغل. ده موال طويل مش موضوعي دلوقتي خالص عشان اشرح فيه وتفهموه وتقتنعوا بيه، موال طويل فمش عايز اخش فيه دلوقتي خالص، ما ده قصه، ده لايف لوحده. طيب تيجي واحده تقول لي انا صمت في رمضان 30 يوم، احنا كمان صمنا 30 يوم، وكنت في رمضان بصوم من بعد صلاه الفجر لحد صلاه المغرب، طب ليه يا زكي المشكلة ما راحتش من عندي؟ أقول لي كان لأن حضرتك كنت بعد ما بتخلص ال 14 ساعة صيام ويجي أذان المغرب إيش كنافة إيش بطيخ إيش مفطح إيش مكرونة، يعني إيه؟ كنت بتصومي آه بس ما فيش حمية، فانت جوعت البكتيريا 14 ساعة وهي ما جعتش، هي قاعدة تتغذى على السحور اللي فيها، صح؟ انت ما عملتيش حاجه. اصوم عشان احل المشكله، اصوم اه بس لما اجي اكل اكل الاكل اللي ينفع، ما اكلش الاكل
اللي بيغذي البكتيريا، وصلت؟ عشان تستفادي بالصيام، تمام؟ يبقى قلنا اول حاجه ان احنا نعمل الحميه اللي بتؤدي الى تجويع البكتيريا، ونتبعها ويبقى متزامن معاها الصيام المتقطع. رقم ثلاثة، استخدم بقى بعض المكملات الطبيعية والأعشاب اللي تساعد في تمويت البكتيريا عشان تموت بسرعة. ايه هي؟ حاجات طبيعية بتجيب نتيجة كويسة جدا ومفيش منها أي مخاطر. زي ايه؟ قلنا أول حاجة اللومي، الليمون الأسود. الليمون الأسود اغليه زي الشاي، اغليه واعمله بطريقة مركزة، بس ما تروحش تحط عليه سكر، ما تروحش تحط عليه سكر خلاص، وتشرب منه كل يوم 3 أو 4. أنا عن نفسي قعدت ماشي عليه شهر كامل، أقسم بالله العظيم فرق معايا. أنا ما كانش عندي حاجة، بس هو فرق معايا في حاجات كتير جدا والله العظيم. طيب الليمون الأسود بدون سكر، اللومي اللي هو اللوم. رقم اتنين، خلاصة الثوم الطبيعي كمكمل غذائي وليس الثوم الطبيعي. وقلت ان في مكمل غذائي بيتباع في المتاجر وبيتباع في الصيدليات بيحتوي على خلاصة الثوم. اللي يهمني هنا من خلاصة الثوم، يهمني المادة الفعالة اللي اسمها الأليسين. الأليسين ده هو المضاد البكتيري والفطري اللي موجود في الثوم، ده عبارة عن مادة فعالة. طبعا بقى أسماء المركبات ماليش فيها، يعني انتوا بقى دوروا براحتكم، لكن دي المادة الفعالة، دي الاكتيف كونستيتيوانت نفسها، المادة الفعالة نفسها اللي بتموت الميكروب. فبتاخد خلاصة الثوم الطبيعي كمكمل غذائي، بتاخده يوميا، بتاخده يوميا، بينظف تجويف الامعاء من البكتيريا. طب هل ينفع اكل الثوم الطبيعي؟ لا، لان الثوم الطبيعي خطر، لانه فيه الياف هيتم التخمر عليه. طيب اخد الثوم الطبيعي امتى؟ بعد الوجبه الرئيسيه بساعتين او قبل الوجبه بساعه. خلاص. طيب ايه كمان؟ يبقى احنا قلنا اللومي اللي هو الليمون الاسود، وقلنا خلاصة الثوم الطبيعي مادة الاليسين. رقم ثلاثة، في زيت الاوريجانو. زيت الاوريجانو ده هو عبارة عن زيت حار، هو عبارة عن مجموعة زيوت مع بعض، بيتحط بنقط، بيتحط نقطتين او ثلاثة على بيتحط، هتحطه على اللومي، على منقوع اللومي، مغلي اللومي، وتشربه كل يوم على الاقل مرتين. الاوريجانو حر، فيرجو الانتباه عند استخدامه لانه حر جدا، خدوا بالكم بيحرق اي بكتيريا بيقابلها. طيب نخش في اللي بعدها، ايه تاني؟ قلنا الليمون الاسود، قلنا خلاصة الثوم، قلنا الزيت الاوريجانو. رقم اربعة، ودي حاجة بلاش حد يستخدمها، لان الناس اللي بيبقى عندها مرض السكر من النوع التاني او عندها اضطراب في السكر هتعملهم مشكله، الا وهي البربرين. البربرين اللي هي بتركيز 500 مللي جرام يوميا، لان البربرين اساسا بيخرج انسولين كتير جدا، فاللي بياخد البربرين لو كان عنده اضطراب في السكر او عنده سكر بيقع، هيقع اكتر. فبلاش حد يستخدم البربرين الا لو سكره مظبوط، عشان بس ايه بقى قفلت ذمتي منك. طيب في حاجات تانية ممكن تخلصني منها كتير جدا، بس انت مش هتحتاجها. الليمون الأسود وخلاصة الثوم لوحدهم كافيين. تعالى بقى معايا في اللي جاي. أنا كده جوعت البكتيريا، عملت الصيام متقطع فخليتها تخرج، زودت متها أو سرعت متها بالأعشاب، صح؟ أمشي على الحاجات ديت لمدة قد إيه؟ من 14 يوم لحد شهر. يعني إيه؟ الموضوع ده نسبي، بمعنى أنا ممكن المشكلة عندي صغيرة تخلص معايا في 10 أيام، في حد تاني المشكلة عنده شهر، في حد تاني تحتاج منه أكتر.
على حسب مشكلتك واصلة لحد فين. تعالى بقى معايا، ركز بقى معايا في اللي جاي، تعالى بقى معايا، تعالى بقى معايا. الجزء الأولاني ده، الجزء الأولاني ده هو ده اللي أنت تقصد، الجزء الأولاني ده اللي هو حمية التخلص من البكتيريا، دي حمية التخلص من البكتيريا. لازم تطبقها صح. نصيحتي الشخصية، محدش يلجأ لمضادات حيوية والكلام ده خالص، امشي على الحمية صح. عملت الحمية صح وظبطت أكلك، هتنهي المشكلة. ده نصيحتي الشخصية بصراحة، عن تجارب ناس كتير جدا، وعن القراية اللي أنا قريتها والمذاكرة اللي أنا ذاكرتها والكلام اللي أنا دارسه، كل ده أنا بقول لك بصراحة إنك أنت لما تظبط أكلك أحسن من استخدامك للعلاجات بصراحة. طيب الحاجة اللي بعد كده، طيب انت دلوقتي اتخلصت من البكتيريا خلاص وموتتها، لازم تدخل على المرحلة التانية. طيب جدار الأمعاء عندك لازم يترمم، جدار الأمعاء لازم يترمم ازاي؟ أسألك سؤال، انت دلوقتي كان عندك بكتيريا موجودة في الأمعاء وعامله لك مشاكل، وعملت لك مشاكل في جدار الامعاء، انت اتخلصت من البكتيريا، موتت البكتيريا صح؟ طيب ما سألتش نفسك سؤال، طب جدار الامعاء هو فين؟ لازم ترجع جدار الامعاء لطبيعته. قبل ما ترجع لنظام اكلك الطبيعي لازم تخلي جدار الامعاء يبقى كويس. انت لو كان عندك المشكلة وجدار الامعاء اتدمر، لازم ترمم جدار الامعاء الاول. يعني الحمية الاولى التخلص من البكتيريا، موت البكتيريا، نظفت البكتيريا من الامعاء خلاص، يبقى الحمية التانية ان ارمم جدار الامعاء، ارجع جدار الامعاء لطبيعته. طب ارجع جدار الامعاء لطبيعته ازاي؟ وازاي اعرف ان جدار الامعاء متدمر؟ عايزين الحاجتين دي صح؟ هو جدار الامعاء لما بتكون الخلايا ماسكه في بعضها، الخلايا الفواصل، في حاجه اسمها التايت جانكشن، يعني التايت جانكشن زي المفصلات اللي بتربط الباب يعني اللي بتربط الحاجات في بعضها. الخلايا عشان تمسك في بعضها في بروتين بيربطها، البروتين اللي بيربط الخلايا ديت، في من ضمن البروتينات بروتين اسمه الزينيولين. بروتين الزينيولين ده موجود في التايت جانكشن اللي بيربط الخلايا ببعضها. البروتين ده لو زاد في البروز او زاد في الدم، فمعناه ان جدار الامعاء اتهتك تاني. تاني جدار الامعاء، الخلايا وهي بتمسك في بعضها، اللي بيربط الخلايا ببعضها بروتينات، من ضمن البروتينات بروتين اسمه الزينيولين. فلما بيحصل تهتك في جدار الخلايا، فالبروتين ده بينزل مع البراز وينزل في الدم. فلو انت عملت تحليل في البراز ولقيت الاجسام المضاده للزنيولين عاليه، اعرف ان الجدار الامعاء عندك اتدمر. وممكن تعمل، ممكن المش فاكرين يا جماعه لما قلت لكم زمان مشكله السيبو دي ممكن تحصل فوق، ممكن تحصل تحت، ممكن تحصل في النص، فاكرين قلت لكم ان هي ممكن تحصل بعد المعده مباشره، وممكن تحصل تحت قبل الكولون، وممكن تحصل في النص، وعرفتكم امتى كده وامتى كده وامتى كده. لكن انت لما تيجي تعمل التحليل بتاع الزينولين، لو لقيت الاجسام المضاده عاليه خلاص عندك ارتشاح معايا. طب لو ما عندكش ما تلفش وتدور بقى، خلاص انتهى الموضوع. وصلت؟ طيب هنا عرفنا ازاي نقدر نعرف ان جدار الامعاء فيه مشكله، مش مشكله دي على جنب. نخش بقى ازاي نعمل ترميم جدار الامعاء، دي بقى الحميه الثانيه. الحميه الثانيه، الثانيه انك تعمل ترميم لجدار الامعاء. لازم ترجع جدار الامعاء نفسه. ارجع جدار الامعاء تاني ازاي؟ اول حاجه، ومحدش يزعل ومحدش ينتقدني،
الصيام المتقطع المطول أول حاجة. يعني إيه الصيام المتقطع المطول؟ الصيام المتقطع المطول يعني تصوم 24 ساعة. يا نهار أسود، بس مش كتير، ده هما من 3 ل 5 أيام. ليه؟ لما بتصوم الصيام المتقطع المطول بتحفز حاجة اسمها الأوتوفاجي. الصيام المتقطع المطول اللي هو 24 ساعة ده بينشط حاجة في جسمك اسمها الأوتوفاجي، والأوتوفاجي ده يا ربي ترميم ذاتي في جسمك غير طبيعي. ليه؟ أقول لك أنا، أكيد له سبب، ركز معايا. اللي بيكون عنده التهاب في جدار الأمعاء لفترة طويلة، الخلايا بتاع جدار الأمعاء نفسها اتحولت من خلية حية لخلية اسمها إسكار، يعني ندبة. يعني إيه ندبة؟ لما أنت بيبقى عندك جرح في إيدك، بعد ما الجرح يروح بتلاقي الجلد شكله اتغير، بقى عندك ندبات. الندبات ديت مش بتنمو تاني، صح؟ بقت خلية ميتة اسمها سكار تيشو، يعني ندبة. جدار الأمعاء بسبب زيادة الالتهاب اللي فيه بيتحول، الخلايا اللي فيه تموت تماما، اللي يخليها تنشط وترجع تاني عملية الأوتوفاجي. عملية الأوتوفاجي دي عملية بيقوم بها الجسم من تلقاء نفسه لو أنت صمت أكتر من 24 ساعة، لك أن تتخيل. وعملية الأوتوفاجي ديت أكتر حاجة بتنشط الجروث هرمون، في حاجة اسمها هرمون النمو. هرمون النمو بيزيد قوي امتى؟ مع الصيام المطول، مع الرياضة، ومع النوم. وصلت؟ طب انت اشمعنى قلت ان انا بعمل الصيام المتقطع المطول لمدة 3 او 5 ايام؟ ركز معايا. جدار الامعاء بيترمم ويرجع تاني لطبيعته في خلال 3 الى 5 ايام، مش محتاج اكتر من كده. اكتر جزء في جسمك يترمم ويتغير جدار الامعاء. جدار الامعاء بيغير نفسه بنفسه. جدار الامعاء بيغير نفسه بنفسه. اكتر جزء في جسمك واسرع جزء يغير نفسه جدار الامعاء في 5 ايام، المعدة في شهرين اتنين. الاخت اللي بتقولي يعني ما نستخدمش، لا ده انا جاي لك اهو. الخمس ايام اللي هم الاولين دول عشان تخلي جدار الامعاء يرمم نفسه. تدعميه بقى، ادعمه ازاي؟ كولاجين رقم 2 او الجلوتامين، ده او ده، ما ينفعش ده وده، يا ده يا ده. رقم 3 فيتامين سي طبيعي وليس فيتامين سي العادي، مش الاسكوربيك اسيد، انا قلت فيتامين سي طبيعي. طب اشمعنى فيتامين سي هنا؟ جدار الامعاء بيتكون من كولاجين، والكولاجين عشان يتصنع لازم المفتاح بتاع الكولاجين وفيتامين سي الاول. طب ومن قال لك ان انا عندي فيتامين سي ناقص يا شاطر؟ الالتهابات اللي بتكون موجوده في جسمك بتزود معدلات الاكسده، ومعدلات الاكسده بتخلي جسمك يستهلك مضادات الاكسده اللي موجوده عندك ومنها فيتامين سي. يعني هيكون فيتامين سي عندك ناقص، خاصة اللي بيشرب سجاير. فبالتالي مستحيل الكولاجين يتكون، يعني مستحيل جدار الأمعاء يرجع تاني لطبيعته. وصلت؟ طيب فيتامين سي، الجلوتامين أو الكولاجين رقم 2، شرمة عظم البقر اللي هي البومبروس، ودي هتساعدك أصلا على الصيام. يعني أنا لو أنا أخد البومبروس يرمم لي جدار الامعاء. طبعا في حاجات بقى تانية كتير. ايه هي؟ البيوتيريك اسيد، وده انا عملت عنه كذا فيديو. ايه هو البيوتيريك اسيد؟ البيوتيريك اسيد هو حمض دهني. الحمض الدهني ده روعة، هو اللي بيدي الطاقة للخلايا في جدار الامعاء عشان تتكاثر وترمم نفسها وترجع تاني تبقى خلية جديدة. ايه هو البيوتيريك اسيد؟ ركز معايا بسرعه قبل ما التليفون يصير شحن. انا في الطبيعي، انا انسان طبيعي، لما باكل الياف
وعندي بكتيريا نافعه في الامعاء، البكتيريا النافعه والالياف يتقابلوا مع بعض، البكتيريا تتغذى على الالياف، فيكون الناتج انتاج حمض دهني اسمه البيوتريك اسيد. البيوتريك اسيد ده بيستهلك في بيستهلك من قبل الامعاء، عشان كده يقول لك البكتيريا النافعه مهمه، الالياف اكلها مهم. طب ليه البكتيريا النافعه مهمه ما سالتش نفسك، وليه الالياف مهمه ما سالتش نفسك؟ عشان الاثنين بيتحدوا ويطلعوا لك البيوتريك اسيد. طب انا يا دكتور في المشكله ديت مش هينفع اكل الياف، ما انا نبهت ما ينفعش، ومش هينفع تاخد بكتيريا نافعه، طب اعمل ايه؟ خد الناتج بتاعهم جاهز على طول، يخش يديك اكشن على طول، تاخد البيوتريك اسيد جاهز، اسمه في السوق ايه؟ اسمه بيوتريك اسيد بالاسم كده، واللي عايز صورته يدور هيلاقيه. الحاجة التانية، تصبر على نفسك مرحلة تانية أقل حاجة 14 يوم، يعني أنت لو بتعمل 14 أنا قلت شهر زي ما أنا قلت. المرحلة الأولى إنك تتخلص من البكتيريا، المرحلة التانية ترميم جدار الأمعاء، باقي المرحلة التالتة وباقي المرحلة الرابعة. ده الموضوع مطول لو أنت عايز تعالج صح. إيه هي المرحلة التالتة والمرحلة الرابعة؟ إحنا قلنا المرحلة الأولى إنك تتخلص من البكتيريا صح؟ المرحلة التانية إنك ترجع الأمعاء لطبيعتها، جدار الأمعاء لطبيعته. المرحلة التالتة إنك ترجع تجويف الأمعاء لطبيعته. هو في فرق ما بين تجويف الأمعاء وجدار الأمعاء؟ طبعًا. طبعًا. إزاي؟ تجويف الأمعاء الطبيعي يكون فيه بكتيريا نافعة وفيه ألياف معينة، ودي هقول لك عليها الحلقة اللي جاية. الخطوة بقى الأخيرة رقم أربعة، إنك تنظف جسمك كله من السموم اللي هي كانت بقايا البكتيريا دي وتخرجها. وفي حاجة بقى رقم خمسة، إنك ترجع الأعصاب اللي كانت وصل الأمعاء تخليها تشتغل بطبيعتها تاني، يعني تخلي حركة الأمعاء ترجع تشتغل تاني وكأن لم يكن عندك شيء، خاصة للناس اللي تعرضوا للاكتئاب أو حصل لهم مشاكل نفسية بسبب مشاكل الأمعاء، لأن المشكلة بتبقى راجعة بسبب إن الأعصاب اللي وصلت الأمعاء اتدمرت. إزاي؟ ما هو الالتهاب لما زاد في جدار الأمعاء الالتهاب سحب وبيخلي الأعصاب تلتهب. أنت ذات نفسك لو عندك مرض السكر أو عندك مقاومة أنسولين، أعصابك لما بتلتهب بيجيلك تنميل في الأطراف صح ولا لأ؟ طب هي الاعصاب اللي وصل الامعاء ديت لما يكون عندك التهاب في جدار الامعاء، مش الاعصاب اللي وصل لجدار الامعاء ديت يا مؤمن مش تلتهب؟ هتلتهب وهتبوظ، فبالتالي حركه الامعاء هتتدمر. طب هل حركه الامعاء هتتدمر بس؟ لا، هيجي لك استرس وعصبيه على طول. اشمعنى؟ لان الناقل العصبي اللي اسمه الاسيتيل كولين اللي بيخليك دايما في حاله استرخاء وبيتصنع في الامعاء وبيتنقل للمخ من الامعاء، فلما يكون الاعصاب عندك اتدمرت فالناقل العصبي ده مش هيوصل. فانت عشان ترجع تستعيد حياتك الطبيعية لازم تراعي الخمس نقاط اللي قلتهم. الحمية الأولى حمية القضاء على البكتيريا، رقم اتنين حمية ترميم جدار الأمعاء، رقم تلاتة حمية ترميم تجويف الأمعاء، رقم أربعة تنظيف السموم، رقم خمسة ترميم الأعصاب اللي واصلة لجدار الأمعاء. إن شاء الله أشوفكم بكرة الساعة 11 بإذن الله، أستأذنكم، يا رب تكونوا استفدتوا حاجة، وتكونوا الناس اللي على لايك تكونوا استفدتوا.